طيب خلينا بقى كريم ننتقل لنقطة تانية ونروح شوية لأنشطة لجنة ذوي الهمة بالنادي الأهلي تحت طبعا إشراف اللجنة يعني العليا للجان، استضافت بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات التابع لوزارة الشباب والرياضة ملتقى التوظيف ومعرض المنتجات، بس بنتكلم هنا لذوي الهمم يعني برضو تاني فئة في المجتمعات موجودة وفئة فعالة جدا، بس لو تم الاهتمام بها بشكل سليم ولقت اللي هي من حقوق ولقت من رعاية ولقت من تقبل في المجتمع ما تحتاجه فعلا، وشفنا ده ونجحوا يا كريم ونماذج كتيره جدا في مجالات كتيره في الحياه منها طبعًا. كمان الرياضه اللي برعوا فيها وجابوا لينا ميداليات بشكل كمان كبير جدا كتير منهم كمان طبعا احنا حريصين جدا في 10 الصبح كمان تحديدا ان احنا نستضيفهم، نماذج محترمه جدا زي ما حضراتكم يعني شايفين. خلينا نروح نتابع بقى اكتر في التقرير الثاني ونرجع نكمل. احنا النادي الاهلي من منطلق اهتمامه بذوي الهمم، وده تماشيا مع سياسه الدوله بالكامل باهتمام بذوي الهمم، وتماشيا مع السياسات الجديده اللي موجوده دلوقتي في كل المؤسسات الحكوميه. عملنا اتفاقيه مع الاتحاد العام للكشافه والمرشدات، الاتحاد ده تابع لوزاره الشباب والرياضه، عملوا اتفقنا معاهم ان احنا نعمل الملتقى السنوي بتاع التوظيف بتاعهم جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي استضاف الملتقى ده مش بس ان هو كان مكان مستضيف، لا احنا دخلنا اولادنا من ذوي الهمم معاهم. الملتقى هيكون عباره عن منقسم الاثنين، ملتقى توظيف وبعض الفطار ان شاء الله في ورش لتعليم الولاد بعض المهارات. الملتقى ده كان بدايه جديده، متهيالي ان هو اول مره يتعمل في النادي الاهلي لذوي الهمم، بدايه جديده ان شاء الله ان احنا عايزين الولاد دولت مش بس يتوظفوا بنسبة 5% في الشركات المصرية، لا احنا عايزين ان هم يدخلوا بكفاءتهم، يدخلوا الشركات دي بكفاءتهم مش بناء على 5%، ومش ان هم يشتغلوا يكتب لهم عقود ويقعدوا في البيت زي ما للأسف ده اللي بيحصل، لا هم هيشتغلوا زيهم زي غيرهم ويكون عندهم نفس المهارات. احنا بنحاول نهيئهم عن طريق ملتقى زي الملتقى ده مثلا، بنقول لهم ايه المهارات المطلوبه، ايه عن طريق الورش اللي احنا هنعملها لهم بعد الظهر، هنعلمهم شويه حاجات كده يقدروا ان هم يشتغلوا او ينموا مهاراتهم ويبقوا مهيئين اكتر للشغل. وان شاء الله في خطه، الخطه السنويه هيكون فيها حاجات كتيره قوي ومهارات كتيره قوي هيتعلموها عشان نهيئهم للتوظيف. انا بس بشكر طبعا كابتن الخطيب ومجلس الاداره واللجنه العليا للجان لانها تعاونت معانا ووافقت على ان الملتقى زي ده يحصل في الاهلي، وان شاء الله باذن الله اللجنه هتعمل شغل عالي قوي مع الولاد دولت وشغل مختلف، وهنحاول حتى احنا ما نشتغلش بس على اولاد الاهلي، احنا عايزين نطلع يبقى الاهلي كمان ليه دور مع الولاد ذوي الهمم في المجتمع المصري كله.